الله وحده لا شريك له، هو الذي اعلم من ارى الحنيفيه وشرع في جملته الزواج، فقال وهو احسن القائلين: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا اشتقتم اليها وجعل بينكم موده ورحمه. صدق الله العظيم. ونشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فان الزواج وقايه يتلى قبل الفتنه، ووقايه يتلى على متنكر جلال يرسل انت وزوجك الجنه. ارشد الله اليه في كتابه العزيز وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم في فصيح خطابه، فقال تعالى وهو احسن القائلين: يا ايها الناس، انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. من الاحاديث النبوي الشريفه في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءه فليتزوج. وقوله ايضا: من تزوج فقد ملك نصف دينه، فليتق الله فنصف الاخر. الحمد لله المحمود على نعمته، خالق الخلق بقدرته، وميز بينهم باحكامه، وعزهم بدينه، واكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان الله تبارك اسمه وتعالت عظمته، قد جعل المطهره نسبا لاحقا وامرا مفترضا. أوصي به الأرحام وألزم به الأيام، فقال وهو أحسن القائلين: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا. فقضاءه يجري على قدره وقدره يجري على قضائه من كل أجل الكتاب. ومما جاء في الأثر النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد أن تم الإجابة والقبول بين الزوجين وبين العائلتين المتصيرتين، تم العقد وبرم بكلمة الله العلي الأكرم على سنة رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة نشهد أمام هذا الحضور نحن الأستاذ محمد الدريدي عن الشيخ ذات قضاء محمد الابتدائي بنظرت أنه قد تزوج على بركة الله وحسن عونه الشيخ اللطيف المؤدب أبي علي بن محمد بن زياد السعداني بالفتاة الحسيبة النسيبة أثناء التعرف القوسين في المجمع بن درويش، اللذان ذكرناهم بأحكام خصائص الأول والثاني من القناع عدد 42 متعلق بنظام الملك بين الأزواج وعلى مهر قدره 85 من الفضة، ولرجل زوجة معينة وذلك محضر الشاهد للعقد السيد عبد الحميد بن محمد الطيب بن السادق الماجري والسيد حسين بن محمد الصارخ بن محمد قلبي، اللذان شهد معاً بخروج الزوجين من الروابط الزوجية والموانع الشرعية، وأكد الزوجين على ذلك، فتم العقد في تاريخه وساعته.